إذن انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بفارق 7 نقاط. ننتظر أو نبقى على بعد خطوة واحدة من التأهل النهائي. مباراة جيدة أداها النادي الأهلي خاصة في الفترة الأولى والثانية وأيضا الثالثة، ولكن الرابعة شهدت بعض التراجع، ولكن استطعنا بنات النادي الأهلي في حسم اللقاء. برحب بضيوف المرة الثانية، كابتن شريف علي، كابتن إسلام علي. كابتن شريف، يمكن أنت توقعت وكنا أوف إير بنتكلم إن مهم إن أنا يعني أعدي المباراة الأول، ممكن أبقى أطمن الأول على المباراة وبعد كده ممكن ابقى اجري التغييرات. احنا كنا بنتكلم في الحته دي، بس كابتن طارق خيري كان عنده ثقه كبيره في الفرقه وثقه كبيره جدا في التشكيل، وما شاركش حتى شيء كيلي في المباراه، عنده ثقه ان شاء الله يعدي بالمباراه بالظروف دي لبر الامان. احنا فعلا اتكلمنا ده، وانا عايز اقول حاجه، هو طبعا كل مدير فني بيبقى ليه وجهه نظر في انه يدير المباراه ازاي. طارق يعني ممكن يكون غيرنا شويه، احنا اتكلمنا ان احنا انا عايز امسك في المباراه في النهائيات دي الاساسيين بتوعي افضل ماسك كده بحيث ان انا اخلص كل ماتش. دي وجهه نظر. هو انا شايف وجهه نظره برده على فكره تحترم وشايف ان هي برده سليمه، ان انا اناور باللعيبه اللي عندي. انا عندي دلوقتي مش في مشكله في السنترات، يعني عندي الناس المصابه بلعب برانيم ويارا على فترات، فانا عندي في مشكله تحت الحلقه اوريدي موجوده. فهو ابتدى يناور بالكلام ده كله باللعيبه اللي عنده، تقريبا لاعب ال 11 لعيبه، ما فيش غير الشيكلي هي اللي ما لعبتش بسبب صحيح. الاصابه اللي احنا اتكلمنا عليها في اول المباراه. انا عايز اقول لك حاجه، احنا برضو احنا في نقطه غايبه عننا شويه، يعني حته اللعيبه اللي تحت الحلقه بس دي. في نرمين ايمن ما لعبتش، ونرمين ايمن فعلا دول الاثنين بس اللي ما لعبوش. يعني هو النهارده شارك جايده خالد المصري، وفي مجموعه اللي هي اللي ما كانتش شاركت في الشوط الاول والشوط الثاني، شاركهم في الشوط الثالث زي جايده ودينا عمرو. جايده خدت 5 دقائق ودينا عمرو بالظبط. جايده خدت 5 دقائق ودينا عمرو خدت 6 دقائق 35 ثانيه بالظبط. يعني واعتقد ان هو كان منزل جايده ودينا، كان بيريح برضو بعض اللعيبه، مع ان الاثنين اللعيبه دول على فكره كويسين جدا، جايده ودينا عمرو بالظبط كده. لكن احنا في حاجه بس غايبه عننا في الحته بتاعه السناتر، اللي احنا في عندنا شورتج فيها، بمعنى انت عندك اصابات جايه في المركز ده غير الاصابات. انت عندك في جانا الالفي دي من اللعيبه سافرت امريكا، لعيبه كانت عامله الدور الاولاني في الدوري هايله. عندك هاله شعراوي من اللعيبه اللي كانت برضو عامله دور كبير جدا جدا، نور علي طلعت يعني، بس احنا نور كانت من قبليها، لكن جايده جانا وهالة بسبب الحمل طبعا، وكانوا من لعيبه مؤثره جدا جدا برضو مش موجودين معاك في الفرقه. انا شايف ان طارق بيناور باللعيبه اللي عنده بطريقه كويسه جدا، ميرال، فريده، بيبتدي ينزلهم في بوزيشن 4 وبوزيشن 5. الحمد لله كسبنا وعدينا المباراه النهارده بالاصابات اللي موجوده عندك، ببعض خلي بالك في بعض الغلطات اللي انا شايفها من وجهه نظري، ودي اللي طارق عالجها من اول ما مسك فرقه الباسكت سيدات. فرقه الباسكت سيدات كان عندهم مشكله في اللعب الفردي. انت لو تاخد بالك كده زمان كده كنا بنتابع سوريا، السلعاوي، رنيم، كان في لعب فردي كتير. اللعب ده الفردي، اللعب جماعي. بصراحه عمل الموضوع ده واشتغل عليه، بقى في لعب جماعي، شكل الفرقه بقى حلو. احنا في السكور لما تاخد بالك كده في المباراه، لما السكور نزل ابتدى اللعب الفردي يرجع تاني. سوريا ابتدت تشوط، رنيم مش عارف تعالى وتخش وتجلي في مع تيرن اوفر. اللعب الفردي لما رجع السكور نزل، لكن انا شكل الفرقه دايما بيكتمل لما بيبتدوا يلعبوا باللعب الجماعي، بتبقى شكل الفرقه حلو وبتكسب بقى ايه بقى 15 20 وبتزيد. صحيح، اشكرك يا كابتن.